هل بتفضل لعب مباراة الإسماعيلي القادمة إن شاء الله بالكاس مع بالتشكيل الأساسي ولا لا؟ احنا نتمنى ان هو يبدأ بنفس التشكيل الاساسي عشان الفترة الجاية يستمر المكسب باستمرار زي الفترة اللي فاتت، الفريق ما يتأثرش وننهي الموسم كويس عشان نبدأ الموسم اللي جاي بنفس التشكيل وبنفس الطريقة مع الصفقات الجديدة ان شاء الله. احنا مع كابتن فيريرا يلعب بأي تشكيل احنا ضامنين المكسب ان شاء الله، يعني هو ينقي اللي هو عايزه وهنكسب بإذن الله، فاحنا بقينا مطمنين جدا يعني واحنا معاه. انا رايي التشكيل الماتش اللي فات كان تشكيل مناسب جدا، واحنا ما نغيرش عشان الشكل اللي الجمهور اتعود عليه في طريقه اللعب بتاعت الفرقه حلوه جدا ممتازه جدا، فاحنا مش عايزين نغير على اساس المجموعه بتادي في منتهى الجمال وخاصه زيزو ربنا يبارك له، احنا كلنا بنحبه بصراحه. ان شاء الله رب العالمين نلعب بتشكيل اساسي، طبعا احنا عندنا ثقه في لاعبتنا وفي البروفيسور فيريرا، ان شاء الله نلعب باللعيبه الاساسيه وبالتشكيل الاساسي. بطوله الكاس بطوله مفضله لجميع نادي الزمالك، وبطوله نكاد تكون احتقرناها خلاص، ان شاء الله نلعب بالاساسي وان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. والله انا شايف دلوقتي ان اي حد هيبقى موجود من قوام نادي الزمالك عنده سكواد عالي جدا، اعتقد ان اي حد موجود دلوقتي هيبقى كويس سواء في الدوري او في الكاس، جهاز فني بيطلع كل اللي جوه اللعيبه، استقرار اداري وفني، فاي لعيب هيبقى موجود سواء في الدوري او في الكاس ان شاء الله هيأدي احسن من اي حد يعني، فاعتقد يعني ان اي حد موجود بفضل الله تعالى هيكسب وهيأدي كويس جدا يعني. لا طبعا افضل يكون بالتشكيل الاساسي، لانه زي ما حضرتك شفت في المباريات السابقه عملوا يعني بطولات حلوه ولعبوا بطريقه حلوه وطريقه كويسه جدا، وبالدليل خدوا الكاس بطيئه وهياخدوا الدوري ان شاء الله بهذه الطريقه.